البنات جيت نوجد بيتزا بزاف ما كنتش عنديها وتشهيتها ودرتها. المهم العجينه البنات راه عاديه، دقيق مع بيضه مع شويه زيت العود مليحه وشويه سنيده وشويه خميره، قليل الخميره. بالنسبه للصوص راه صوص عادي، هكا ندير فيه بزاف الزعتر، عزيز عليا الزعتر بزاف. وتا العجينه درت فيها الزعتر، هي كتبان لكم من هنا راه فيه الزعتر صافي. وكندق فيه واحد فريع ديال الثومه في لاصوص، وهكا سرحتها دابا. وغادي ندير دابا الجبن، غادي نرجع البنات نحط هكا يا شويه الفخوماج الموتزاريلا من الاسفل من فوق لاصوص. هذا باش ملي كتبغيو تقطعو كيجي معلكه وكتجي فيها ديك التجبيده، هذاك التجبيده ملي كنجبدو هكا كتبان لك الموتزاريلا دايبه ومجبده. غنضيف واحد الكميه هكا بسيطه، ومن بعد غادي نضيف البنات هنايا الفلافل الفلفله والبصله اللي سبق ليا وصوطيتهم هكا في الزيت. غنديرهم هكا غير بشكل عشوائي او لو بغيتو نتوما ديكوري. المهم انا غادي نضيفهم غير بشكل عشوائي هكا. اخر لحظه تكن نقرب الفطور وقلت لا، علاش لا ما غاديش نوض تشهيتها، بانت لي في واحد سميتو دايره كيفطروا بها، وقلت غادي نوض انا نحيد العكس ونصايبها نفطروا بها حنايا في هاد هاد النهار هذا. صافي البنات انا دابا وزعت، نتوما راه ديروا اللي بغيتو، راه كاين المشروم او الفطر اي حاجه بغيتو ديروها غادي ديروها. صافي انا وزعت هذا، غادي ندير دابا شويه ديال الطوم ولا الكفته. انا غندير دابا هنا الطوم، غادي نبدا نحط في الطوم حتى هو بشكل عشوائي. وغنضيف الزيتون، وندخلها الطيب. شفتو معايا البنات انا دابا كنضيف الزيتون كنحاول كنوزعو صافي. البنات درت الزيتون الاخضر، نتوما الزيتون اللي كتفضلون كنفضل الزيتون الاخضر كيعجبني اكثر. الا عندكم الكحل حتى هو كيجي غزال. انا دابا غادي نمشي نضيف الطوماتوريز، هما كيجيو رائعين ونطلقاو. صافي البنات هنا ضفت لي طوماتوريز. نتوما الخضر اللي عندكم توفره ديروها، عندكم لي شامبينيون اي حاجه، اولا ديرهم بالفروي دماغ او اي حاجه. المهم باش ما تشهيتوها بالكفته باي حاجه. انايا هنا غادي نبدا ندير تازين في الجبن الموتزاريلا، وعندي حتى الجبن الشيدر بجوج بيهم، غادي نبدا نديرهم بجوج. ماما ماما ولدي واخ او صافي البنات دابا الفرن غيكون مجهزه على واحد درجه حراره عاليه. من بعد غندخلوها وغادي نقصو عليها الميديوم او المتوسطه. صافي البنات وغادي نخليوها طيب حتى طيب مزيان من الاسفل ومن الفوق. صافي كيدوب الجبن بلا ما نشعل عليه من الاسفل، من الفوق كيطيب كيدوب الجبن وصافي. وهي بيتزا عندنا جاهزه، غندخلها دابا الفرن. البنات كنوجد دابا في بيتزا، درت هالف هالف يعني نص نص، نص درتو بالكفته ونص درتو بالطون فرماج. ومازال دابا غادي نزيد شويه ديال البصله اللي كنشحرها هكايا، انا كتعجبني بزاف الكفته هكا بالبصل كتجي الصحراء رائعه. ثم
ديروا بكاع الخضر اللي بغيتو، الخضر اللي عندكم تقدروا تستعملوها. انا غندير غير هادو بركه في الفرماج. صافي البنات، دابا غادي نوزع الزيتون الاسود. هكا بشكل عشوائي نحاول نقادو شويه وصافي. صافي البنات، دابا غادي نحاول نرش شويه ديال الفرماج من الفوق. نمشي نزيد الفرماج من الباكيه الاخرى هادي الخوات ونرجعو نتلقاو. صافي البنات، صافي البنات، انا كملت البيتزا ديالي، غادي ندخلها دابا للفرن تحمر غير من الاسفل ونتلقاو نشوفو الشكل النهائي. البنات انا كنوجد معكم الفطور ديال اليوم. اليوم درت هنا زعلوك بالفلفله والدنجال مشويين، تشويتهم مع مطيشه والثومه والعطريه العاديه ديال زعلوك، راكم عارفينها. المهم ها هو وجد معانا، وهذا الشيء تشهيناه الفطور. وهنايا وجدت هاد اللاطا ديال الدجاج، درت واحد الدجاجه مقطعه خوضه بوحدهم مصدوره بوحدهم، مع شويه البطاطا وفلفله وبصله شرملتهم، ودرت فيهم حتى الشرموله ديال العرب اللي انا غنوريها لكم البنات. هادي درت ليها هاد، درت فيها هاد الشرموله هادي ديال الشيخ كباب، كتجي واعره على البنات، كتجي لذيذ. والعطريه ديالنا حتى هي ضفتها كما العاده. المهم وهنايا كنوجدو دي برجر، كنوجدو البرجر هنايا. شويه الفرق مع البصلة نشحرها هكا. كتعجبني البصلة هكا كتكون محمرة، كتجي واحد اللذة منقولش لكم البنات. هنا لي طوماط مغاديش نقلبهم أصلا، حيت غادي يهراو، نخليهم هكا نهزو بنيشان أو لغير نضغطو عليهم باش يخرج داك الدم يحيد ويطيبو من الداخل. صافي البنات، هو هذا الفطور ديالنا. غادي نساليو، انا خايبه هنايا خايبه هنايا الخبز ديال البرجر. هو هذا الخبز ديال البرجر، هو غادي نسخنو شويه عاد نحطهم مع الفرماج والتشيز